أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. رجح النائب عن محافظة المثنى محمد رسول الرماثي أن ترتفع معدلات الفقر في المحافظة خلال المدة القادمة بسبب غياب أي إجراء حكومي لحماية الطبقات الضعيفة. وأضاف النائب أن الوضع الاجتماعي للطبقات الهشة في المحافظة سيزداد تفاقما يوما بعد آخر بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل قلة التخصيصات المالية للمحافظة وارتفاع معدلات البطالة وسط إهمال متعمد مقصود من جانب الحكومات المتعاقبة في العراق. ارتفعت أسعار لحوم الأغنام والأبقار في الأسواق المحلية، فيما نفت وزارة الزراعة الحالية وجود أي منع لاستيراد أي منتج زراعي أو حيواني حاليا، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدم وجود دعم لأعلاف الماشية. هذا وارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ليتراوح بين 15 إلى 17 ألف دينار، بالرغم من انتشار مرض الحمى النزفية في الماشية وانتقالها للإنسان والبشر، والتي تسببت في وفاة عدد من المواطنين في أماكن متفرقة من العراق. أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية أن هناك امتعاضا واضحا من عدم شفافية عقود النفط في كردستان العراق، مشيرة إلى أن عقود الشراكة بين الشركات الأجنبية وكردستان العراق مهددة بالفسخ من قبل المحكمة الدولية. وقال عضو اللجنة سوران عمر إن تنفيذ القرارات المتعلقة بالمحكمة الاتحادية بحاجة ماسة إلى تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، لعدم تمتع الحكومة الحالية بالصلاحيات الكافية لهذا الغرض. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن العراق استورد البنزين من الصين في شهر نيسان الماضي بمقدار 357 ألف طن متري. وقالت الإدارة في تقرير إن الصين صدرت 407 ملايين و533 ألفا و350 لترا من مادة البنزين إلى العراق في شهر نيسان الماضي بعد توقف استيراده لثلاثة أشهر متتالية. وأشارت إلى أن إجمالي صادرات الصين من البنزين انخفضت بنسبة 38.7% على أساس سنوي إلى 4 ملايين طن متري خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة مع دعم الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية وشح الإمدادات وانخفاض طفيف للدولار الأمريكي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا إلى 113 دولارا و42 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا إلى 110 دولار و92 سنتا للبرميل. هذا وأدى ضعف الدولار الأمريكي إلى ارتفاع النفط، حيث أدى ذلك كله إلى جعل النفط الخام أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
منا لكم التحية وإلى اللقاء.